حزب تقدم حزب إلى قاعدة جماهيرية وفاز بانتخابات مجالس المحافظات. أنتم اليوم تتآمرون سيد مثنى السامرائي وخميس الخنجر وبعض القيادات السنية تتآمرون على سيد محمد الحربوسي وعلى حزب تقدم لإبعاده عن الساحة؟ هذا سؤالي. أول شيء هذا الكلام غير صحيح. تحالفنا مع السيد سامع عيساوي، لنجد من السيد سامع عيساوي شخصية وطنية معتدلة. السيد سامع عيساوي عندما أنا مو من عندي هاي. إذا أتى بمصر ها؟ مش عان قالها مو من أي. عندي. إيه فبالتالي السيد سامع عيساوي يقول لك السيد إيه بس اسمح لي أستاذ عزام. أستاذ مخلد يقول لك هذا مو كلامي، هذا كلام السيد مشعان الجبوري. مو يقول لك ويا ريت لو ترد عليه. لا شوفي السيد مشعان الجبوري لربما تجاوز في اجتهادات. هاي شنو هاي ليش اجتهادات؟ هو كان رأس الحربة في هذا التحالف. هو كان رأس الحربة في هذا التحالف. هذا كلام مشعان يحاسب على كلامه. مو يحاسب، هو كان رأس الحربة في التحالف. هو كان رأس الحربة أخي. الطرف الآخر مشعان ما يقول فشي من جيبه. التقدم هي تخشى السيد سامع عيساوي. ها شنو هاي؟ السيد شعلان الكريم عندما كان مرشح تقدم خرج بيان وقال وتكلم، قال بأن التقدم هي من خذلتني. تقدم لا تريد أن يأتي رئيس برلمان لحد انتهاء هذه هاي تهيؤات هاي تهيؤات هاي تهيؤات استاذ عزام، لان التقدم تمتلك جماهير. هاي تهيؤات هاي مو حقيقه، هاي مو حقيقه، هاي مو حقيقه، هاي تهيؤات. بس يكمل فكرته محمد الكان حلبوسي. تقدم لا زالت تمتلك التاثير الذي استطاعت ان تنتجه عن طريق منصب رئاسه البرلمان، وبالتالي استطاعت ان تاتي بهذه المقاعد، لكن علينا نتكلم على المستقبل. شنو التاثير؟ نقول من يطلع بعد ما عنده تاثير. استاذ عزام والمراحل والايام اليوم القواعد الجماهيريه، بس اسمح لي بس حتى افهم، اليوم القواعد الجماهيريه كبيره للسيد محمد الحلبوسي في بغداد؟ 8 مقاعد حصل. زين هاي شلون حصل في بغداد؟ مو بالانبار في بغداد. لا ست فرح اي تفضل. حصلها لكون تقدم لا زالت لحد هذه اللحظه التاثير الايجابي لمنصب رئاسه البرلمان لحد هذه اللحظه لا زالت. شنو التاثير؟ شنو نوع التاثير الايجابي؟ بس حتى افهم شنو نوع التاثير الايجابي. يعني اليوم المنصب صار اشاعه بالشارع العراقي وبعض النواب اكدوها، قالوا لك هذا الموضوع يجي بفلوس وشدات وتهوات، لذلك حزب تقدم عند هذا الجمهور. لكن انا اسالك بالله، كل هذول الجمهور هم مرتشين وماخذين تهوات وشدات؟ هاي مغالطات هاي. لا احنا في ست فرح، احنا بالنسبه، شوفي مو احنا دحجي، احنا بالنسبه ان لسنا بالضد من جماهير تقدم. انا اتكلم عن حقائق، اتكلم عن واقع زي. البيت السني والشارع السني لطالما كان مال سياسي يتحكم في قرارات الذاتيه والسلوكيه لاي مواطن سني، وبالتالي اليوم منصب رئاسه البرلمان كان مؤثر، وتقدم استطاعت ان تستاثر بمنصب رئاسه البرلمان على مدار دوره ونصف، وبالتالي من الطبيعي ان يبقى هذا الامتداد بتقدم من خلال منصب رئاسه البرلمان سنه او سنتين بعد خروج هذا المنصب له. لكن انا اتكلم لك انه بعد دوره او بعد في الاشهر القادمه او في الدوره النيابيه القادمه سمعناها قبل مجالس المحافظات ان الفعاليات السياسيه لتقدم هي اليوم لربما ضعيفه جدا مثل ما كانت عندما كان لديهم منصب رئاسه البرلمان. بس انطي الوقت حتى يجاوب استاذ مخلد على هذه النقطه. زين استاذ عزام، اذا القواعد مال التقدم صارت ضعيفه، شيف السيد طلع من المنصب السيد محمد الحلبوسي؟ مو احنا باعي، احنا مع الاسف هذا خطابنا استمر، المكون السني هذا الخطاب لن ينفعه.